الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا المعلم الأول محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى العلماء العاملين والمشايخ الكاملين رضي الله تعالى عليهم وعلينا وعليكم أجمعين أيها الجمع المبارك. هذا الجمع المبارك كما قلنا في السنين السابقة تحفه الملائكة الكرام حقا وحقيقة، لأنه مجالس مباركة فيها يذكر اسم الله تعالى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر العلماء العاملين. نختصر الكلام، خير الكلام ما قل ودل. نتكلم بآيات الله تعالى وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. والآية الكريمة ثانيا: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الآية الرابعة: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الجنة للمتقين حقا وحقيقة. قال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء. أيها الإخوة الكرام، العلماء حقا وحقيقة خسارة لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا في العلماء نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يحتاج إلى ترجمة
من القرآن الكريم ومن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم علماء وطلاب علم. يقول نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يقتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطمست النجوم، أي إذا ذهبت العلماء بوفاتها، أوشك أن تظل الهداة. وما زال العلم باقيا بحملته بالعلماء. قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. السيد الجليل تاج العلماء ونقيب السادة الحسينية، الذي ينتسب بنسبه الصحيح إلى الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه وأرضاه، نبتدئ من أمه فاطمة الزهراء البتول إلى الحسين. والحسين خلف زين العابدين، زين العابدين محمد الباقر، محمد الباقر جعفر الصادق، جعفر الصادق موسى الكاظم، موسى الكاظم علي رضا، علي رضا محمد الجواد، محمد الجواد علي الهادي، والحسن العسكري أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النسب الشريف المبارك حقا وحقيقة أنا رأيته ووقعت عليه بالإمضاء قبل 8 سنين، إنهم من آل بيت رسول الله حقا وحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. سيد عبد الرحمن البخاري تاج العلماء، يا نبرات علم الرواة، بعلمك قد سومت إلى المعالي، وعشت الدهر محمود الصفات، فذكرك سيبقى فينا خالدا في هذه البلاد وسائر البلاد، فذكرك سيبقى خالدا فينا كما بقيت مواقيت الصلوات. رضي الله عنك يا سيد عبد الرحمن البخاري، وأسكنك الله تعالى جنة الفردوس الأعلى، وحشرك مع جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه البلاد كليرة وبلاد هندستان خسارة كبيرة لنا وللمسلمين جميعا ولكم، ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلف الصالح الذي سمعنا الشيخ الولي، والله إن هذه البلاد بلاد الأولياء أحياء أكثر من الأموال، وكان وليا كبيرا رحمة الله عليه، وقد أخلفه أيضا ولي كبير عالم جليل الشيخ عبد القادر سعدية حفظه الله ورعاه، وباقي العلماء الكرام، الشيخ الجليل الذي أفدى أكثر من نصف عمره 50 عاما، الشيخ أبو بكر أحمد أطال الله في عمره، نحن له سندا إن شاء الله، سند وكلكم سند له حتى الممات، وكذلك السادات والعلماء جميعا حاضرين غائبين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. العلماء كلهم على العين والرأس مع طلاب العلم أيها الإخوة الكرام، احترامهم واجب، والغيبة والنميمة قد منبوذة في القرآن الكريم وفي حديث النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لا يجوز الغيبة والنميمة، هذا عالم صحيح، هذا عالم لا صحيح، هذا عالم غني، هذا عالم فقير، هذا لديه علم، هذا ما في لديه علم. المسؤول الوحيد على هذا هو الله سبحانه وتعالى. إن الله يطلع القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور. احترام العلماء من سادات آل بيت رسول الله واجب. عليكم أيها الإخوة الكرام وصية، جئت من بغداد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المدينة إلى مكة المكرمة إلى العمرة، ومن مكة المكرمة إلى بومبي، ثم إلى كاسركود، حتى نحضر هذا الكلام، نحضر هذا المجلس المبارك. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، بلاد العلم والعلماء حقا وحقيقة. هذا هو النور، هذا هو النور حقا وحقيقة. بنور العلماء، نور العلماء أخذوه من الله سبحانه وتعالى، ونبينا الأكرم من الله جل وعلا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنهم ورثة الأنبياء حقا وحقيقة، فعليكم الاحترام الكثير أكثر من الآباء والأمهات، لأنكم تدرسون لديهم، وربوا الأيتام كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. رحمة الله عليك يا تاج العلماء، يا كبير الأولياء الذي تخلق بخلق نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وتواضع بتواضع رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. الله يرفعه درجات إن شاء الله مع إخوانه العلماء وجميع العلماء حاضرين غائبين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انزل بركات من السماوات والأرض على هذا الحضور المبارك وعلى هذا المجلس المبارك. اللهم زدهم وزدنا والمسلمين حاضرين خيرا وبركة وصحة وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا وذرية مباركة، حفظا للقرآن الكريم ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. اللهم احفظ بلاد هندستان، بلاد الأولياء والعلماء والمشايخ حقا وحقيقة. اللهم احفظها مع سائر بلاد المسلمين من أهل السنة والجماعة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ العلماء فردا فردا وعدا عدا حضورا غائبين يا رب العالمين، ولنا معهم إن شاء الله إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعطيك هذه هدية، هذا الخرقة الرفاعية للشيخ الجليل الشيخ أبو بكر، هدية. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.